حسب المنطق ديال الديمقراطية، هناك برلمان اللي كيصوت عليه الشعب المغربي، اللي هما يغبريزون الشعب المغربي، هما اللي كيقرروا في قوانين وفيما يجرى في الدولة. احنا فتنا وقت الفتاوى، واللي الدور ديال هاد الناس كيظل ليا بانه يكون واحد ان رول كونسلتاتيف، نناقشوا معاهم في القضايا الدينيه، لان كنبقاو حنايا في الدستور كبلد مسلم، وناقشوا معاهم هاد القضايا الدينيه، وباش من بعد نطرحوها كبرلمانيين اللي هما اللي خصهم يكون عندهم القرار الاخير في القوانين ديال الدوله. هذا هو الراي ديالي العام، ولكن مع احترام الدين ديالنا ومع احترام هاد العلماء ديالنا، باش المهم فهادشي كله هو نتحدوا كلنا باش نزيدوا بالمغرب القدام. وانا بالنسبه ليا ليطاب الجايه اللي خصها تكون عندنا هي خصنا نفوتوا هادشي ديال الفتاوى والعلماء، مع كل احترام ليهم بيان سيغ، نوصلوا لواحد الوقت اللي القانون للبرلمان للحكومه هما اللي عندهم قرار في الشان العام وفيما يعني المغاربه.